لحمية الجيوب الأنفية وكيف ممكن نتخلص منها بدون جراحة. وما دام احنا بنحكي عن جيوب أنفية إذا لازم نعطي حلول لمشاكل كتيرة بتمر عن طريق الجيوب الأنفية. بالأول شو هي الجيوب الأنفية؟ هي عملية الأنف تدخل الهواء سواء من الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى، في عنا حاجز من الغضاريف فاصل الجهتين، والهواء بمر في زي حجر. الحجر هذه بتكون موجودة على الجانبين، في حجرتين في منطقة الجبهة فوق العينين، في حجرتين في منطقة تحت العينين، في حجرتين لتحت شوية، يعني بالمجموع 8 حجر رئيسية، 4 على اليمين و4 على الشمال. هذه الحجر الرئيسية اللي المفروض الهواء يمر من خلالها ويعمل عملية تدفئة وعملية تعقيم وعملية إيصال أكسجين بشكل مباشر للدماغ عن طريق الجيوب الأنفية. والحجر هذه بتبقى على شكل مغر أو كهوف، وهذه الكهوف الغشاء الداخلي لإلها بيكون مبطن بالأغشية اللعابية، الأغشية المخاطية اللي بتكون مغلفتها. هذه الأغشية المخاطية في الجيوب الأنفية هذه اللي بيكون فيها المجسات الحسية للعصب الأول، عصب الشم. ومن هون لما يصير في ضرر من الفيروس وبضرب الخلايا العصبية المستقبلات اللي تعطي حاسة الشم للعصب الشم، العصب الأول، في هاي الحالة بصير في عنا نقصان في حاسة الشم. إذن هذه الطريقة اللي هعطيكم إياها، هذه أول شيء، أو مش بس للحمية كمان لإرجاع حاسة الشم. اللحمية اللي هي عملية الأغشية المخاطية هذه مليئة في الأوعية الدموية الدقيقة المبطنة. هاي الأوعية الدموية الدقيقة بتشتغل بشكل معاكس عن الأوعية الدموية في الجسم. الأوعية الدموية في الجسم هاي اللي موجودة في الجلد، بنحط عليها مياه ساخنة بتتوسع، بنحط عليها مياه باردة بصير فيها تقلص. بس هذه الأغشية المخاطية إذا دخل هواء بارد بتتوسع وبصير فيها تهيج، إذا دخل هواء ساخن بتتقلص وبتقل من حجمها، لأنه القصد أنه يكون في دورة دموية كتيرة وفي هالأغشية هذه أنه عملية تدفئة سريعة للهواء قبل ما يدخل الرئتين. نفس الطعام لما ندفيه في منطقة الفم قبل ما يدخل البلعوم والمعدة. انتم فكروا إذا بتشربوا شيء بارد مش هيدخل بارد، على السريع الحرارة بتتغير للدفء في الفم أو بالأنف. طيب بنضلنا طالعين فوق في نهاية الجيوب الأنفية. شو في عنا مدخل هون رئيسي اللي هي العظمة الجيوب الأنفية، في نهايته هذه بتوصل لأي غدة، للغدة الماستر، للغدة النخامية مباشرة. إذا بدهم يعملوا عملية استئصال للغدة النخامية بدخلوا من أعلى الجيوب الأنفية. إذن إحنا وصلنا هلا الجيوب الأنفية بالغدة النخامية، وما دام وصلنا للغدة النخامية اللي هي من طبعا بتفرز هرمونات النمو وهرمونات ضد الأكسدة وهرمونات تحفيزية للغدة الدرقية، يعني بدون غدة نخامية فيش غدة درقية، وبدون غدة نخامية فيش ميلاتونين، معناته فيش تفعيل للغدة الصنوبرية وفيش تفعيل لهرمون النوم. بدون غدة نخامية ما في عنا عملية نمو وطول ومكافحة التهابات، فضرورية جدا. ومن هنا بيجي وجع الرأس وغلة النوم. يعني القصد من الموضوع انه الجيوب الانفيه مدخل رئيسي وتنظيفها بالطرقها اللي حفرجيكم اياها، عشان هيك حطول شوي، تحملونا لان حنخلص مشاكل كثيره. حتؤدي اي احتقانات، حتؤدي لالام في الدماغ، حتؤدي لشقيقه، حتؤدي لوجع راس، حتؤدي لدوخه، حتؤدي لطنين في الاذن، حتؤدي لمشاكل كلها جاي في نفس المنطقه. شايفين يعني الذان الاذن الوسطى مش بعيده عن الموضوع، يعني كله متواصل في دماغنا في المنطقة هذه. طيب إذا أثرنا على الهرمونات
وخففنا من وجع الراس وخففنا من الشقيقة، بنزل في الجيوب الأنفية لتحت شوية في هالزور، بنلاحظ في عنا اللوز اللي هي غدتين لمفاويات بتصير فيها تضخمات مع أي التهابات اللي هي جهاز مناعي. فهاي اللوزتين نفس الشيء، أي بدنا ننشطها إذا بدنا نتبع التعليمات هذه. بننزل لتحت شوية، بنلاحظ في عنا الغدة الدرقية على الرقبة هي من الأمام، يعني هذه الإجراءات عملية إعادة ترتيب لهرمونات الغدة الدرقية اللي حتساعد. وبننزل لتحت شوية بنلاقي عملية الرئتين، يعني أي واحد عنده مشكلة تنفسية لازم يعمل الإجراءات هذه أو ضيق نفس. وإذا بنطلع لمنطقة اللسان، إحنا في هاي الحالة بنعرج على موضوع الذوق وحاسة الذوق اللي هو المسؤول عنها المجسات الحسية في اللسان، إشي من الجزء الخلفي وإشي من الجزء الأمامي من اللسان. هذه المجسات بغذيها العصب العصب 12 بغذي المنطقة الأمامية، هذا العصب القحفي أو من أعصاب الدماغ، والعصب الخامس اللي هو عصب حسي بيشيل كل هالمعلومات الحسية اللي جاي في سقف الحلق وفي المنطقة العلوية وفي المنطقة السفلية، والعصب السابع هيغطي كل منطقة الوجه سواء من الشمال أو اليمين من ناحية حركية. يعني بالخلاصة الموضوع هذا، إذا عندنا مشكلة في النطق، عندنا مشكلة في الحنجرة، عندي مشكلة بلع لأنه صار عندي ستراك أو صار في عندي مشكلة وصار عندي مشكلة في البلع، هاي الأسئلة اللي بتوصلنا، وعندي مشكلة غدة درقية وهرمونات طالعة نازلة، عندي مشاكل في العصب الخامس والعصب السابع وحاسة الشم وحاسة الذوق والاحتقانات الجيوب الأنفية والوجع الراس والشقيقة وهذه المشاكل وكلة النوم ومش قادر أحرق والكورتيزول تاعي مرتفع بشكل كبير، فخلينا نمشي على برنامج هيك بسيط للجادين فقط اللي نعمل عملية تنظيفات كاملة. هعطيكم كل الخيارات وفي النهاية هعطيكم الخيار الأخير اللي هو حديث نوعا ما وممكن يساعدكم أكثر شيء، بس بنبلش في الشغلات البسيطة. الشغلات البسيطة في عنا المضمضة والغرغرة، طبعا هاي الطرق كلها لا أعطيكم إياها، ما فيها شغلات تأكلوا وتشربوا إلا هذا، وهذا حيكون بخاخ أو تحت لسان. هلأ موضوع المضمضة والغرغرة وتنظيف الجيوب الأنفي بشكل استنشاق المحاليل هاي المختلفة، اللي هي أبسطها بتكون مياه، يعني كاسة من المياه وبنحط عليها ملعقة من الملح، والأفضل يكون ملح طبيعي، إذا مش موجود ملح من البيت. مياه وملح هاي أبسط الأمور، إن نتمضمض وإن نتغرغر وإن نستنشق عدة مرات في اليوم، مرتين لثلاث مرات. إذا بدنا نزيد الموضوع بنضيف على الموضوع مغلي أعشاب. مغلي الأعشاب أبسطها النعناع، شوية نعناع مع مياه، ونفس الشيء مضمضة وغررة واستنشاق. ممكن استخدم الميرامية، اليانسون، الشومر، البابونج، الزعتر، الأوريغانو، هذه كلها الأعشاب بتعمل عملية تفتيحات، الروزماري، اللافندر، شغلات بسيطة بدون إثارة. ومع المشروب العشبي هذا بدكم تزيدوا فاعليته في الاستنشاق، شوية ليمون بضيفوه على الموضوع. ماشي، خلصنا من الأعشاب، استنشاق أو مضمضة أو غرغرة، هذه الثلاث عمليات اللي أقوى من الأعشاب. في هالحالة بدنا نيجي لعرق السوس اللي هو الجذور هذه اللي موجوها، بتجيبوها مطحون وبتحطوا ملعقة من عرق السوس على مياه ساخنة وبتستخدموا عرق السوس، نفس المبدأ، غرغرة، مضمضة، استنشاق. اللي ممكن يساعد كمان عرق السوس لأنه الكورتيزون الطبيعي هذا اللي موجود فيه، وهذا حيعمل على عملية جفاف سريعة
في الأخشية هذه، وهيعمل عملية تخفيف التحسس من الجهاز العصبي، لأنه زيادة اللحمية والتضيقات هذا حساسية، يعني أي واحد عنده حساسية جيوب أنفية أو حساسية تنفسية كمان هي نفس العلاجات. خلصنا من عرق السوس نفس الإجراءات. في عندكم لبان الذكر، سواء هذا عرق السوس موجود ومتوفر ومن أي محل عطارة أو محل النطر وباث دكتور بتلاقوه، بس بدكم تجيبوه المطحون. إذا بنحكي عن الفعالية الثانية بتكون في لبان الذكر، لفرانكسيس أويل، لفرانكسيس أويل أو الـ 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 الأبسط منه اللي هو الصمغ العربي، العربي كام، هذا بتلاقوه وين ما يكون، بتكون زي الحبيبات هيك الصرار، حبيبات صغيرة، هذا بنتقع طبعا قبل 12 ساعة، بتغلو مية، والمياه هذه اللي بدكم تستخدموها لازم تكون مغلية ومنقوعة قبلها بليلة، وبتحطوا عليها الأعشاب، بتحطوا عليها ملعقة ملعقتين من لبان الذكر، ولبان الذكر كمان نفس الشيء بدكم تستخدموه بنفس الأسلوب، تنظفوا الجيوب الأنفية وحيعطي نتيجة سريعة، نتيجة سريعة في إزالة الاحتقانات وتخفيف حدة اللحميات هذه الزايدة، وبيفتح المجال لوسعة أكثر وحجم أكثر في الجيوب الأنفية. ماشي، إذن عرق السوس، لبان الذكر، الشغلة القوية كمان اللي ممكن تستخدموها هذه خليها آخر شيء أو ممكن تجربوها. عقبر النحل أو البي بروبوليسيس، البروبوليسيس أو عقبر النحل، عقبر النحل اللي هو المادة الصمغية اللي بتخرج من الأشجار، يعني زي ما بنحكي لبان الذكر، النحل بتاخذ الأصماغ هذه زي لبان الذكر وبتحولها عندها في جسمها لمادة أضعافها، بتكون أضعاف المواد اللي موجودة في لبان الذكر. يعني هذه شغلة طبيعية زي لبان الذكر اللي هي أصماغ عدة أشجار، بس نفس المبدأ، بيجيبوا هالصمغ بيعدلوا عليه بيصنعوا، النحل ما بنعرف كيف بتسوي العمليات هذه، وبتخرج من المسحوق هذا بعد تعديله العقبر اللي ممكن شراؤه يا إما سائل بالطريقة هذه أو بخاخ. العقبر بيكون أسود، مادة سوداء، هذه المادة تغلق فيها الخلية، يعني الخلية جدران الخلية بتكون مترصة بحد بعض، هلا الناحية العلوية اللي مواجهة للشمس ولبرا بتم تغطيتها بالغشاء الأسود هذا اللي هو العقبر، لأنه في خصائص ضد البكتيريا، خصائص ضد الفيروسات، خصائص ضد الالتهابات، خصائص قوية بحيث أنه النحل أمن على المادة هذه أنه يحمل خلية. حتى موضوع اللون، لونها أسود يعني مش هيدخل أي شمس داخل خلية النحل، وهذا طبعا هيمنع الأكسدة وتلف الخلية. ففي هاي الحالة احنا أخذناه بشكل طبيعي وعملنا منه هالقطرة هذه أو هالبخاخ هذا، هذا آمن. أي واحد يكون لغدة درقية دكتور ما بالعكس هذا هو الدواء، واحد يكون ضغط يا دكتور هذا كمان الدواء، واحد بيقول لي طيب افضل شيء لجهاز المناعه هلا لتقويه كريات الدم البيضاء هذه اللي انهكت وصار في عنا مشكله في جهاز المناعه وبطلنا نقدر نقاوم الامراض والفيروسات، شو اللي بده يقوي جهاز المناعه؟ عقبر النحل بالطريقه هذه بتاخذ 3 مرات في اليوم، الفترة الصباحية، فترة الساعة 12 واحدة، فترة الساعة 4-5 أقصى حد، لأنه هذا بعطينا طاقة، بعطي جهاز المناعة دفعة قوية. هذا يتاخد يا إما 3 قطرات بنحطها تحت اللسان، ما احنا عارفين قديش قوتها، بس وين بناخدها؟ لما نتمضمط ونتغرغر، بدناش نضيع فعاليتها تروح تهاجم هالبكتيريا اللي في اللثة
اللي كمان حنعالجها بالطرق هذه، بكتيريا اللثه او الترهلات اللي بتصير في الاسنان او وجع الاسنان او اي مشاكل الفيروسات هذه اللي بتطلع حبوب صغيره في الفم، هذه كلها بالطرق هاي اللي استخدمناها وبنفس المواد. فهذه شغله بنصح كل واحد فيها بيستخدمها. انا صار لي 3 ايام بستخدمها ما شاء الله مع المنتجات العسل الثاني اللي حنجيب لكم اياها كل وحده مع حلقه من هالحلقات اللي بنعطيكم اياها بشوي شوي. خليكم تركزوا معي بلاش نخربطكم وبعدين ما بتعرفوش شو تستخدموا. هلا للناس الجديين غير العمليات هاي اللي حكيناها، بدنا نعمل عملية المساج ضروري جدا على مناطق الجيوب الأنفية، يعني هاي حركات المساج سواء من الأنف وفوق بعض ضغوطات، هاي الحركة تنعاد 10 مرات، هاي الحركات الثانية سواء مننا نضغط على منطقة العين الثالثة هذه وناخذ شهيق وزفير 5 ثواني ونرخي نعملها 10 مرات، هاي الحركات لما بضغط على جنب الرأس 5 ثواني وأرخي، بعدين اجي للمنطقة العلوية هاي الغدد الدمعية اللي بدي ازيل الاحتقان، بصير اعمل هالضغوطات هذه واضغط اضغط دقيقة دقيقة دقيقة، وبعدين بصير انزل من فوق لتحت من فوق لتحت نشيل كل هالاحتقانات. اذا شيلنا من الخارج طبعا حيخفف الضغط الداخلي والاحتقانات الداخلية، وباجي بالطريقة هاي وبعمل عدة حركات بالطريقة هاي دايما من الأعلى للأسفل. هلا بتيجي للرقبة لازم نسويها، وخصوصا للناس اللي عندهم مشاكل في البلع ومشاكل في النطق هذه ومشاكل الغدة الدرقية وجارة الغدة الدرقية اللي هي في 4 غدد، هدول مختفيات خلف الغدة الدرقية، هدول الغدد مسؤولات عن إفراز الهرمونات اللي بتسيطر على مستوى الكالسيوم عندكم في العظام بدل ما يكون متكاثر في الدم ويعمل جلطات. فالمساج بدكم تعملوه بالطريقة هذه ضروري جدا، استخدموا اي زيت، زيت زيتون زيت جوز الهند، بس اعملوا حركات المساج لانه هذا ضروري جدا وحيشيل الاحتقانات اللي موجودة في الغدد اللعابية في منطقة الوجه ومنطقة الرقبة، هاي ضرورية مرة كمل ما نروح ننام. هلا النوم لازم واحد عنده مشاكل في الجيوب الانفية وضيق نفس في الليل لازم ينام على المخدة الرقيقة، يرفع يحط الرول هاد اللفة هاي اللي عملناها اللي هي لازم تكون من 5 إلى 7 سنتي ارتفاع اللفة او الرول، ونحطها على ركبتنا وننام واحنا رافعين راسنا لفوق يعني على ظهرنا. اذا عندنا صعوبة كتير وشخير كتير بنرفع على مخدتين اللي نكون للأمام شوي، يعني لازم الجهاز التنفس يكون شوي تحت زاوية، هاي حتسهل موضوع النوم لحد ما نشيل هالاحتقانات. كمان بعد ما نخلص المساج والضغوطات لازم نعمل عملية تحريك الجيوب الأنفية، هي فقط عملية ما تخافوا كلها غضاريف، هذه في الشيشة تكسروه ولا اشي تحركوه، اللهم بترجعوا الاصطفاف للوضع الطبيعي عن طريق مسك الانف بالطريقة هاي ونطلع الحرك من فوق لتحت عدة مرات يوميا اللي نعمل عملية ليونة اكتر في هالخشونة هاي اللي موجودة في الجيوب الانفية داخليا او خارجيا، هذه ضروري جدا ان نسويها. كمادات المياه الساخنة في المياه هذه مغلي الأعشاب ونحطه على الفوطة ونحطه على المنطقة هذه ندفيها لمدة 10 دقائق، هاي ضرورية جدا. واحد عنده التسكيرات هذه لازم أنا أضمن إنه حركات رقبتي في الوضعية الصحيحة، يعني بدي ألين رقبتي شوي، بدي ألين عضلات الرقبة، هذا حيساعدني كتير. بدي أعمل حركات المساج هذه الخلفية اللي انشط الغدد وانشط اخراج كل هالسوائل هذه والاحتقانات واخفف الالام خلف الرقبة، هاي ضرورية. طبعا انا اذا عندي اللحمية وعندي اي مشكلة من اللي حكيناها بدي ابعد بشكل كلي عن كل شيء ممكن يزيد عندي الحساسية، اول هالزيوت واللي كان لكم الحل عن طريق القلاية بدون زيت على الهواء، ثاني هالسكريات كله بهية الجهاز المناعي. احنا بنحكي لفترة العلاج اللي حتكون ممكن من اسبوع لثلاث اسابيع، هاي الفترة
نبعد فيه عن السكر والنشويات قد ما نقدر، والألبان كمان. أو الألبان ممكن تعمل عملية إثارة للجهاز التنفسي، وهذا حيزيد من المشاكل. وهذه الممنوعات تبتعدوا عنها وتعملوا الإجراءات هذه. والمأكولات طبعا كل الشغلات العادية، الخضروات، البوتاسيوم، العناصر هذه الخفيفة. وخذوا كمان إذا بدكم تقووا أكثر، خذوا زيت السمك. زيت السمك أو زيت كبد الحوت بيكون على شكل كبسولات من الصيدلية، هذا لا بده لا وصفة ولا استشارة الطبيب. هاي هي المقومات الطبيعية مع العكبر 3 مرات في اليوم، بدوش استشارة أي حدا. بس أي واحد حامل أو مرضعة تبعد عن موضوع العكبر، هلا ما بدنا خربطة في الهرمونات في هذه الفترة، وغير ذلك من أمراض مسموح وعلى ضمانتي بشكل بس قطرة. إذا شفتوا حالكم ما ارتحتوا من أول قطرة، ما إذا ما تاخذوا. بس إذا بدكم لازم تاخذوا القطرة هذه وتتمشوا لكم شوي، لأنه هتاخذوا طاقة كبيرة وبدكم مش هالطاقة تضلها مخزونة. احنا بدنا نعطيكم طاقة عشان تعملوا الإجراءات هذه وتعملوا التمارين وتستفيدوا من هالشحنات الزائدة اللي أعطناكم إياها وتفرغوها بشكل بناء للعضلات وتمارين تنفسية. واعملوا التمارين التنفسية، يعني واحد عنده مشكلة في الجيوب الأنفية أو في مشاكل تنفسية لازم دائما يعمل سواء تمارين الاسترخاء اللي هي مع حبس النفس وإخراج الزفير من الفم بشكل شوي شوي، لأنه هذا بحد ذاته التمرين أو الحركة التنفسية، حتنزل الضغط مباشرة وحتنزل الكورتيزون هرمون الضغط النفسي اللي بهيج الجهاز العصبي والمناعي. فتمارين تنفسية لازم تسووها دائما. وإذا بدكم هيك طاقة وشعرتوا حالكم يعني ما عندكم قوة، إذا بدكم تتنفسوا عن طريق الأنف فقط بشكل سريع، هذا هاي النوعية من التنفس بالطريقة هاي، يعني تقعدوا شهيقوا زفير عن طريق الأنف بشكل سريع، هذا بعطيكم نيتريك أوكسيد بشكل سريع، بضخ في الأوعية الدموية وبنشط حركة الدماغ. زي ما حكينا هذه الإجراءات كلها مجتمعة بشكل يومي حتخفف من ألام وجع الرأس، من الاحتقانات في الجيوب الأنفية، من اللحمية، من مشاكل اللوز، من مشاكل الهرمونات الغدة الدرقية، الجهاز التنفس السفلي، الصعوبة في التنفس، وجع الرأس، كله بهالإجراءات البسيطة هاي. شكرا لكم، تحياتي لكم. شفتوا كيف إنه الموضوع بيستاهل؟ إذا بدي أغلب حالي وأعمل هاي الأمور في هاي الحالة خلصت حالة من شغلات كتيرة. وإذا بدكم شغلات أقوى كمان في نفس المحلول اللي فرجناكم إياه، حطوه في مضخات ممكن تشتروها من الصيدلية. فممكن تحطوا في جهة واحدة الأنبوب وتميلوا راسكم على الجهة الثانية. يعني أنا بدي أستخدم أضخ المياه هذه في الجيوب الأنفية من جهة العلوية، بس الجهة السفلية لازم تكون شوية مايلة لقدام وشوية مايلة على الجنب بالطريقة هاي. في هاي الحالة بعمل هاي العملية، بس أدخل المياه هاي مع ضغط وتخرج من المنطقة الثانية، وما بتسوي هذه أي مضاعفات، وحتحرك شوية، تعمل عملية حرق في منطقة الجيوب الأنفية. كل هاي العمليات حتعمل عملية حرق، حرق يعني في عملية علاج قوية كذي بتحصل. بس لما تتحملوا لكم هيك 5 ثواني 10 ثواني بتروح عملية الحرق هذه. وشغلة مهمة كمان، بعد ما تخلصوا من الاستخدامات بتروحوا بتغسلوا الجيوب الأنفية وثمكم بمياه من الحنفية دافية، وبتغسلوا وجهكم وبترجعوا بدو، يعني لازم تغسلوا بعدها لأنه هاي قوية. وأفضل شيء تبلشوها يوم ويوم لا، تشوفوا حالكم. بدناش نثكر ونثير الحساسية، بس بدنا نستخدم كل هالطرق هذه مع بعض، وإن شاء الله حتلاحظوا نتيجة كبيرة من هاي الأمور اللي هي فرادة جابت نتائج. وتعليقاتكم كلها
بتأكد هذا الحكي. هلا مجموع كامل من هالطرق هذه مع بعض اكيد حيجيب شغلات مضاعفه. شكرا لكم، تحياتي لكم، دكتور محمود السوس، علاج طبيعي وتأهيل.